عايز اجيب منك دست عيال كتير يا بخيت، ما اقدرش عليهم. امال عايز تجيبي كام؟ يعني واحد اتنين عشان نربيهم كويس. نربيهم كويس، تخلوا احسن كليات. البوليس. البوليس كلية حلوة، ممكن ندخلهم كلية البوليس. الشرطة. ما هي اسمها الشرطة دلوقتي. البوليس يا بخيت. ده البوليس. مش كنا دخلناهم اقتصاد وعلوم سياسية كان احسن؟ لازم تنقيلي فيها. مساء الخير. قوم يا اخويا قوم. انا احتل ده خطيبتي يا باشا، مش واحدة من الشارع. ولو كانت مراتك، ده فعل فاضح في الطريق العام. فعل فاضح؟ دي وش فعل فاضح؟ بص لها سيادتك، دي ست مدرسة محترمة وبتشتغل بعد الظهر في شركة مقاولات، وأنا كمان عندي محل أدوات كهربائية وبشتغل بعد الظهر في شركة الصلب، يعني إحنا محترمين مع الصيع. ظبطوكم في وضع غير بريء ولا لأ؟ غير بريء؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. يا فندم ده كان مغمى عليها وأنا كنت بفوقها، صح؟ في الحقيقة أنا ما كنتش حاسة بحاجة، أنا كنت مسخسخة. كنت ايه؟ مسخسخة. ايوه فنكات مسخسخة. ليه يا شيخ؟ مسخسخة؟ شو بقى بصراحة سعادتك، احنا شبان زي بعض. هي اصلا كانت زعلانة مني وانا كنت بصالحها كده بوستين يعني. بوستين؟ دول قعدوا يراقبوكوا ساعة الا ربع. ساعة الا ربع؟ واحنا قعدنا كل ده؟ انا ما كنتش حاسة بحاجة، انا كنت مسخسخة. كانت مسخسخة. عارف يعني ايه ساعة الا ربع يا استاذ؟ ومش عيب برضه حضرتك يتفرجوا علينا ساعة الا ربع. أنا لو كنت في أوروبا أنا كنت رفعت قضية على البوليس وكنت حبستهم. الشبكة والمهر عليكم والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملبس والشربات. الله، ده إيه يا وليد؟ ده تعفيس بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى قر يا أختي. طب ما بنتك موظفة وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسة. قولوا بقى إنكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفايه ابنها هيلمها بعد ما ضلت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسره؟ مش لما الاقي شقه الاول. والشقه لازمتها ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه؟ هو انا حاجه فين البيره؟ بخيت. ايوه بيره بيره هنا، خمسه بيره. لم لسانك يا عزيزه. يا اختي لموا بنتكم الاول. خلاص بقى مدى عزيزه. اسكتي بقى يا مرات ابويا. يعني انت ارضيك الولية دي تطول لسانها عليا؟ معلش معلش، استحملي عشان خاطر انا. نعم تستحملي. ده يا عمر. عمر زي بعض ده هترده علي. ملناش دعوه احنا يا بخيت. ايه يا اختي ايه؟ مش عايزاه يدافع عن امه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا 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 بلاش كده. ايه؟ بلاش شغل الحموات ده معايا، بلاش. نعم انت سكت لها بخيت؟ اضربها بالقلم قالت الادب اللي ما اترباتش دي. يلطش مين يا وليه؟ مجنونه انت؟ انا مجنونه يا بنت المجنونه. العين يا دكتور، العين يا دكتور. وحشتي. اوعى كده يا اخويا، اوعى كده. اقعدي يا اختي. شغل الحوش ده تعملوه بره. طلبكم عندي يا بهوات، كل حاجه عندي. خلي بالك من المحل هلا. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا اتفضلوا يا مدام. دي عربيتي والله. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، اركبوا اتفضلوا اركبوا. هبقى اشيلك. يا حبيبي هو انت قادر تاخد نفسك؟
بره. انا عديله جت اهي. عديله اهي. يا عديله اتاخرت ليه؟ مواصلات. ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديله؟ انا اتبهدلت اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس 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 ما تعطيش ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك. عمري ما هسيبك يعني. بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك عادي. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ يا استاذ. ايه مش مكفيكم البحر والرمله جايين تكملوا هنا؟ زياده الخبر دي نحن ابرياء من هذه التهمه. براءه الذئب من دم ابن يعقوب. ان هذه الفتاه خطيبتي. ايوه بس انا مش شايف دبل في ايديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. سياده الرئيس حضرات المستشارين نحن نطالب البراءه ولا شيء غير براءه. انظروا معي وحكموا ضمائركم الى هذه الفتاه. انظروا معي الى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي ان يرتكب مثل هذه الفعله النكراء؟ انظروا. ملك صندوق شوف يا جدع انت، انا هاجل لكم القضيه لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الكف. قعدت اصوت واصرخ واخربش واعض فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت احنا مش قدهم. طيب الظاهر ما فيش فايده. عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس دي مقفله من كل ناحيه. ضروري هنلاقي حل. بخيت باي شكل هنلاقي لها حل. بخيت بخيت احنا مش ناقصين قضية ادب تانية. بخيت انت هتعمل ايه؟ باين عليها من اللي بتقفله من السنة للسنة. طب افرض حد شافنا؟ قال جوه مش هنبقى في الطريق العام. رشحت نفسي عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل وان انا عندي فونش 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 فونش. انا اقدر اكسب انتخابات عنك. يعني ده بعيد عن شنبك. احنا هنكسبها باذن الله. هي الانسه نازله ايه؟ في ايه؟ واحنا عمال يعني ملوش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. نمره 33 و34. اوعى اوعى. انت جردل وانت كنكه. انا كنكه؟ لا طبعا انا مش كنكه. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا. عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روحوا اشتكوا المستشار وزاره العدل. وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه. وتفضلوا مع السلامه ورانا اشغال تانيه. اللي بعده
نمرة 35 و36. أيها الإخوة العمال، لا تنسوا أخوكم الجردل، فأنتم من الجردل والجردل منكم. إخواني وأصدقائي، لا تنسوا تخيط حنادق المهيطل. شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك. واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربية مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب إزاي؟ إخواني حبايبي أصدقائي العمال، لا تعطوا أصواتكم إلا لعامل مثلكم. أصواتكم أمانة في أعناقكم، لا تعطوها لمرتشي أو حرامي، بل اعطوها لأخوكم. يعيش رسمي بيه نصير عمال. 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 دي خريطة موقع المعركة اللي احنا داخلين عليها. معركة يا خميس؟ احنا هنحارب وماله؟ نضرب ونكسر وندبح كمان لو انت تؤمر يا باشا. تحب ادبحهم لك كلهم؟ تدبح مين يا ابني؟ هي موقع حربية؟ دي موقع انتخابية. انت متأكد ان عضو المجلس بيبقى له شقة؟ قلت لك ايوه. احنا يا رفاق الطريق طويل ومليء بالاشواق. مخي تامر. اهلا يا تامر، تعال. اخ تامر كان معايا في المدرسه، صديق قديم يعني، بس المسائل لخبطت معاه شويه، بس ده عليه كويس قوي حقيقه يعني. لفي. نحن نشعر بذلك. وقال لك ايه؟ بيقول ان هو يعني سوف يقف معانا بكل ما اوتي من قوه. وسوف يبذل كل ما يملك من مال. ولن يتوانى عن اي تضحيه. خلاص يا حاج تامر، خلاص نرجع لمرجعنا. وعشان نستميل الجماهير العريضة، لازم نقدم لهم برنامج عمل ثوري تحريضي تهيجي. ايوه تهيجي. انا احب قوي اهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير. انا اشكركم واوعدكم ان انا حبذل كل غالي ورخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص. اللي فيه جاسوس. هاتوه. نزل ايدك انت وهو. انتوا مش عارفين انا مين؟ الله لا لا لا، استنوا. الاستاذ نزيه. ايه يا استاذ نزيه، في ايه خير؟ انا جاي من طرف الاستاذه عديله علشان نتفق على ميعاد علشان نتدارس امكانيه التحالف بينا في الحمله الانتخابيه. قوي، اتفضلوا في اي وقت. هنا ما ينفعش، الاجتماع ده لازم يتم على ارض محايده. ارض محايده يبقى ما فيش غير السطوع بتاع بيتنا. النظام احنا بنفتتح جلستنا هذه لبحث التحالف بين الرفيق بخيط حنيدق المهيطل وبين الرفيقة عديل علي صندوق. انا بقترح ان احنا نوزع المناطق بينا، وكل واحد في المنطقة بتاعته يعمل دعاية لنفسه وللتاني كمان. انا موافق. انا مش موافق. انا مش ضمني انك انت مش هتعملي دعاية لنفسك في المنطقة بتاعتك اكتر مني. ده انت مخوننا بقى بصراحة. انا اقترح اقترح ان كل مرشح يبعت مندوب في منطقه المرشح الثاني عشان يتاكد من الدعايه. انا موافق. وانا موافق. انا هاخد المينا وحلقه السمك والانفوشي والمنشيه. يا سلام، وانا هيفضل ايه بقى؟ انا وانت ايه اللي هيحشرك في وسط الرجاله بنت الناس؟ وانت ايه اللي هيوديك زنقه الستات؟ نظار كده مش هنتفق. ان شاء الله عاملين ما اتفقنا. ايه رايك؟ يلا بينا. بينا نزيه. جرايم هيطل، جرايم صندوق. طب اعملوا اعتبار للراجل المحترم معانا ده. انا من رايي ان احنا نتجاوز شويه على الخلافات بتاعتنا، مش كده ولا ايه يا رفيق نزيه؟ انا مش عايز اسمع خالص، لان انا من الاول رافض هذا التحالف، لكن الاستاذه عديله ممكن تسمع. انا من رايي ان احنا نعمل حمله دعائيه مشتركه، وبالشكل ده نوفر فلوس ونكبر الحمله. انا موافق. ذهب على اهله اهلي. انا موافق. بس بشرط يكتب على اليوفط انتخبوا بخيت وعديله.
وليه ما يتكتبش على اليوفط انتخبوا عديلة وبخيت؟ لا ما عشان انا الراجل وانا الست والذوق بيقول ليدس فيرست. الذوق ده تعلميني الذوق يا بنت صندوق. جرى ايه يا مهيطل؟ انت جاي تهزاني قدام انصاري؟ الله 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 الله، احنا الزهر كده مش هنتفق. ان شاء الله عنينا ما اتفقنا. لينا لينا يلا بينا بينا نزيل. يا رفاق يا رفاق حلها بسيط، انتوا النص الاول وانت النص الاول. يا جماعه قبل ما نتخانق حد فيكم فكر هنجيب فلوس الدعايه منين؟ لقيتها لقيتها، احنا نعتمد على الجماهير، نفتح باب التبرعات. ايه هنشحت من اولها خميس؟ انا مدكنه قرشين ممكن احطهم كلهم. انت متاكد ان فيها شقه؟ وانا عامل جمعيه، على قد ما تحطي هحط انا كمان. خلاص من بكره نبدا الحمله الدعائيه. مبروك يا بخي. مبروك علي. لا علينا لا 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 علينا. يعيش تعارف الجردل مع الكركة. يعيش تعارف الجردل مع الكركة. لا لا علينا لا لا علينا. نحن نحن يعيش تعارف الجردل مع الكركة. يعيش تعارف الجردل مع الكركة. اقلب الصورة دي شوية. هو تضيع يعني خلاص. مش كده مش كده يا نزيه، هياخدوا بالهم. شوية في الخباسة مش هيجوا حاجة. ايه ده؟ اللي في الشيء اللي في الشيء. الاثنين. الشيء الشيء في اللي هنا. خيط. ايوه. الرفيق عبده ملابيعه. اهلا وسهلا عبدو. مين؟ ملابيعه. اهلا اخويا. اشهر مؤلف اغاني، متحمس جدا انه يقول لك شويه شعارات. مهاود مسجاره. اتفضل يا استاذ ملابيعه. اتفضل اخويا. قول له حط فيشه على فيشه والمهيطل زيه ما فيشه. الله الله الله، واحد شاي هنا كتكوت هنا وسكر بره. عديله يا عديله انت حقيقي حلوه جميله. اديله سجاره. لا ما وخدش في السكه. الراجل الحق يحب الحق والمهيطل دايما على حق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق الراجل الحق. بتدينا اشعارات مستعمله مغشوشه يالا. حبكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. في حاجة اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر إن شاء الله. الحمام منور ليه؟ المهيطة طلع عليه، طلع عليه، طلع عليه. المهيطة يا بلاش، واحد غيره ما ينفع إيه ده؟ ده أنت حالتك صعبة أوي. ثواني هحضر كاسين. المرايه طاقت، يلا خدت الشر وراحت. يلا بقى عدول عشان عندنا شغل. ها الناس ده انت فات وانا عمال انا ماليش صالح. ايوه هتضل قدامني. اما هتضل هيحصل يا حبيبتي؟ ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانه بشويه طلبات وكعك وسلازيه بتاعك. انت اللي فرحان بشويه السيئه اللي بتقعد معاهم على القهوه. انت مش فاهمك في السياسه، تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفايه عليك تفهم تحط فيشه فيشه بس فريزه، هو ده اللي تفهم فيه بس. ما تخليكي في حالك انت يا قمله بتاعت المطالعه، ده انت يا دوب كفايه عليكي فاتحه ونصبه. في ايه؟ فتحه ونصبه. اسمع ما اقول لك، انا ما يهمنيش اني اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني انا ارمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما مدينك الجردل يا جردل. ما تقليش ادبك يا كنكه. مين فينا اللي بيقل ادب؟ انا هوريك. لا بقى انت هزك مش فايته. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني من سرايه ابوك؟ امشي اطلع بره ما تورينيش وشك. بقول
ولا يعني انت اللي وشك اللي عادل انت وشك يقطع الخميره من البيت يا بنت صندوق انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت يا مهيطل يا تبني يا ندلي يا سافل بكرهك بكرهك يا بنت قلت لك انا ماليش صالح في تحت الصور بكرهك بكرهك ما تبوسنيش انا مش عايز ابوسك انا عايز اقول لك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بيننا بيت حسدونا بخيت حسدونا سامحني يا حبيبي انا اللي عايزك تسامحيني خلاص من بكره انا هتنزل عندك لا اوعي تتنازلي انا اللي هتنازل انا لا يا بخيت وراء كل عظيم امراه انا هو وراء كل رجل حبيبي بخيت حنيدة المهيطل مرشح نفسي عن الدايرة هنا بخيت حنيدة المهيطل مرشح نفسي عمال عن الدايرة بتاعكم امشي انا امشي غور امشي ازاي بخيت حنيدة المهيطل رمز الجردة بخيت حنيدة المهيطل رمز الجردل احنا مالنا مالناش جواب حد لو سمحتي انا مرشح ما ترشح ولا حتى ديك مصيبة جاتك نيلة لا انت فهماني غلط اصل انا بتاع انتخابات بس يا جمالات انتخابات مين دي يا بس ما اعرفهاش يما ما فيش يا اخويا حد بالاسم ده يلا طلع امشي من هنا يلا شوف حالك لا انت قصدك مش واخده بالك المساله اه انت بقى جاي رايق وعايز تعاكي لو راجل ابن راجل تقف مكانك يا حمار يا ابن الحمار في عرض النبي فكرني مش هعرفك هتلففني وراك المنطقه ليه انا اجيبك من وسط بيت حمار ليه يا جبان يا نت بجد مش هجيبك يا ابن امشي ايه تعالى ما وبعدين هزعل منك كده 120 ايه يا عديله ما تخليش حد يوقع بينا دينا الزباله انا بس اللي بايلك اللي هيجنني يا بخيت الناس دول عمالين يصرفوا بالملايين كده كل ده علشان شقه وعربيه من مجلس الشعب لا طبعا اكيد هيستفيدوا بحاجات تانيه جامده كتير خلاص يبقى احنا كمان لازم نطلب كتير قوي قوي بحبك يا بنت صندوق بعمول دستور دستورك معاك يا اخويا اتفضل اهلا يا حاج ودخول البيوت من ابوابها خير يا حاج في ايه انا حديثي مع الاخت عديله بس اتحشيمي شويه عشان اعرف اتكلم معاك كويس خير ان شاء الله يا حاج عايزني اتنازل لك انت كمان ايوه بس في الحلال انا جاي طالب يدك زغرات يا عروسه ها والطلاق امتى ان شاء الله بعد الانتخابات ها اعوذ بالله من لسانك يا اخي ده انا هعديها 50,000 جنيه شبكه و100,000 جنيه مهر ومستعد اكتب لك 200,000 جنيه مؤخر صداق بس انت متجوز اتنين يا حاج وماله تبقي التالته وعلى راي المثل التالته تبته بس دي مخطوبة حد ولا انت شايف ايه تتنازل عنها وعوضك يكفيك 100,000 جنيه خلو رجل ترضاها انت على روحك ربنا غفور رحيم يا اخي ثم انا ههديها الى الطريق القويم باذن الله رأيك ايه يا اخت عديلة قلت يا عروسة سيبوني افكر أحسبها. فكري على مهلك وخذي راحتك ودول 100,000 جنيه وبكرة بإذن الله لما تقولي نعم هيوصلك الباقي السلام عليكم ده الراجل المتخلف ده 120,000 من غير جواز و150,000 بالجواز
ده غير المؤخر والهدايا. تبقى واقفة الجوازة بكام كده يا عدولة؟ يا عديلة، ده احنا هنتجوز وهتاخدي فوق كده 100,000 جنيه كمان. وانا شعرف مش يمكن متفق مع واصل على اكتر من 100 ومخبي عليا؟ الله، اما انت شكاكة وقلبك اسود. صحيح بقى انا حسرقك يا بنت صندوق. ما تجيبش سيرة ابويا على لسانك يا ابن عزيزة. منين غلط ده الطعيق؟ لا ده انت قليل الادب وعايز اللي يربيك. انا برضه عايز اللي يربيني. عشان عدول ها والحاجات والفقد والموز والآب كله تمام. شكرا. تشيلني ها؟ شكرا شكرا. هو احنا طالبين كام عديلة؟ 6 مليون يا بيه. احنا بصراحة طالبين 6 مليون يا دكتور. لا 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 مش كتير ولا حاجة، اصلا انا كمان بتفائل بهذا الرقم. ما تنساش كمان ان مفيش وقت، الانتخابات قربت. انت تجمع بقيه الزملاء واللي هيدفع اكتر هيبقى حلال عليه. لا المبلغ بتاعك بقى هنعتبره ايه يعني، زي ما تقول كده يعني ايه، رهن او مش رهن يعني امانات. بالظبط كده، لو مرسيش العطا عليك هندفعهم لك. ماشي يا دكتور، نتقابل قوي قوي الساعه كام؟ 12 فين؟ ماشي يا دكتور ماشي. أنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي. وأنا من البلد دي، أنا من البلد دي، بلد أبويا وجد جدي. لا 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 يا حاج فتح الله، انسى موضوع الجواز ده خالص. أنا مستعدة أتنازل لك بشرط تديني المبلغ اللي قلت لك عليه. خلاص اتفقنا؟ الليلة دي الساعة 12. وعليكم السلام. بالحق يا بخيت، مش واجب برضو ندي التجار خبر ان احنا هنتنازل عشان يعملوا حسابهم؟ لا 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 لا، احنا ناخد الفلوس ونسافر ونتصل بيهم بعدين. بالحق فكرتيني. ايه؟ ريسبشن، من فضلك احجز لي طيارة خاصة بكرة للقاهرة. شكرا. في صحتك يا بخيت. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء ونقدم المصري هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه؟ الصحراء تبقى ايه؟ خضرة. عايزينها تبقى خضرة الأرض اللي في الصحراء. على السادة النواب الرجوع إلى مقاعدهم والتزام الهدوء. شكرا. بخيت، احنا نسينا حاجة مهمة قوي. ليه؟ نسينا نتجوز. إن شاء الله بعد الجلسة ما تخلص نتجوز على طول. الرحيم، تفتتح جلسة الإجراءات برئاسة أكبر الأعضاء سنا.